انا محتوى ما عندي، ما في وقت، وقت الفراغ عم بستغله بشيء غير ثقافي، وعم بجمع لايكات وعم بجمع كومنتات مسيئه اكثر من انها ايجابيه، لانه المحتوى فارغ. مساء الخير متابعينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج سوشو، والذي ياتيكم عبر منصات الاعلاميه. أملين دوماً أن نوفق في طرح أهم المواضيع باختيار نخبة مميزة من الضيوف، وأن نضيف الفائدة لكم. هناك بعض وسائل الإعلام والصحافة يبحث عن السبق والإثارة، مما يخلق حالة من التسيب في ضبط احترام أخلاقيات المهنة. وفي هذا الإطار نتحدث اليوم عن الضوابط والأخلاقيات الإعلامية والصحفية في تغطية الجرائم، مع ضيفي مؤسس مركز البحوث والتدريب البرلماني في البحرين، وباحث وناشط في مجال حقوق الإنسان، وأحد أعضاء اللجان المقابلات الشخصية لاختيار فريق البرلمان الشبابي والحكومة الشبابية، والرئيس التنفيذي لمنظمة محامون بلا حدود، المحامي الدكتور صدام أبو عزام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. شكرا. أهلا فيك أستاذ. طبعا إحنا بنحكي الإعلامي أو الصحفي لا يستطيع العمل بمعزل عن القواعد والمبادئ كأي مهنة أخرى، وهناك حقوق وواجبات، وخصوصا اتجاه المجتمع. اليوم حديثنا عن الضوابط والأخلاقيات لهذه المهنة، سواء صحفي أو إعلامي، شيء مقروء، شيء مسموع، شيء مكتوب، كيف نتصرف في نقل الجرائم؟ شكرا لك، وشكرا على الدعوة الكريمة، وشكرا لتناول هذا الموضوع الحساس في الحقيقة. وأنت تعلمي والجميع يعلم أن مسألة التغطية الإعلامية أو تناول الجرائم في المجتمع من جانب إعلامي أثارت منذ 10 سنوات أو 20 سنة الماضية في الأردن وفي العالم إشكاليات وتحديات كبيرة. نعم. ووجدنا أو يلاحظ الكل بأن وسائل الإعلام من قصد أو غير قصد تدخل في سيناريوهات وآليات وإجراءات الجرائم كما تفضلت ابتداء، إما بقصد السبق، إما بقصد الإثارة، إما العديد من التحديات. وهذا في الحقيقة يخرج عن المعايير الإنسانية. نعم. والأخلاقية والمهنية التي يجب أن ترافق عملية تغطية الجريمة منذ البدء إلى إصدار النهاية أو صدور حكم قطعي فيها. وبجزء أول إشكالية بتواجهنا في هذا الموضوع هو لحظة وقوع الجريمة. إذا كانت الجريمة بشعة أو كانت الجريمة فيها سياق جرمي غير اعتيادي، نجد بأن على التطبيقات أو على التغطية الخبرية الصحفية السبق الصحفي عاجل عاجل عاجل. وهذا أول إشكالية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ما العاجل بالموضوع؟ هل صحيح. أنت تريد أن تنقل السلبية للمجتمع بطريقة عاجلة؟ بمعنى وكأنك تقول للمجتمع توقف عن عملك، توقف عن حياتك، توقف عن كل شؤونك، الآن في جريمة. صحيح. هذا إثارة حالة ذعر عند المواطن، وهذا في الحقيقة يوسع مسرح الجريمة ويؤدي ويؤثر إلى على الصحة النفسية للناس. الفئة المخاطبة بوسائل التواصل الاجتماعي ليست كما الفئة المخاطبة بالصحف التقليدية والتلفزيونات التقليدية، فئة محدودة. الآن يتناول أو يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي الأطفال منذ عمر 2 سنة لغاية آخر عمره، فبالتالي تأثير التغطية الإعلامية مس كل شرائح المجتمع. فبالتالي السبق في الجرائم يجب أن لا يكون سبق تحت أي ظرف. هاي أول نقطة في هذا الإطار. المسألة الأخرى التغطية أستاذ هاجر، لا مش مطلوب من الإعلامي سواء بيشتغل بالمرئي أو المسموع أو المقروء، مش مطلوب منه أن يدخل في تفاصيل الجريمة لحظة ارتكابها وأن يبدأ بالاستنتاج. الجريمة هي إشكالية قانونية، والجريمة هي ظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع منذ الأزل وسوف تبقى مستمرة، ولكن صحيح. كلما أحطناها بتدابير وقائية كلما سيطرنا على أثارها. التغطية غير الحرفية وغير المهنية والتي تمس بحقوق الضحايا والمجني عليه وحقوق المجتمع صحيح. تؤدي إلى تأثير دائرة الجريمة السلبية. نعم. نعم. هذه مسألة. فبالتالي عند لحظة وقوع الجريمة مش مطلوب من الصحفي أن يدخل بسيناريوهات ارتكاب الجريمة، مطلوب منك فقط أن تغطي خبريا وليس مقاليا، خبريا. نعم. أن نعم. تغطي خبر وقعت جريمة في المنطقة كذا، كان ضحيتها كذا أو حدث عنها كذا.
وبدون ذكر أسماء. طبعا نعم هاي المسألة صحيح. الأخرى فقط التغطية الخبرية المختصرة، وتأخذ التغطية الخبرية من أجهزة إنفاذ القانون سواء القضاء أو الإدعاء العام أو الأجهزة الشرطية، أجهزة الأمن العام المعنية بالتحقيق، لأنه هم أول أشخاص مصرح لهم بموجب القانون طبعاً. الوقوف على مسرح الجريمة وضبط أدواتها ومتابعة المجرمين ومتابعة المجني عليهم. فبالتالي أن تأخذ الخبر كما هو موجود وكما تم نشره من أجهزة إنفاذ القانون، لأنها هي الأعرف بمسرح الجريمة صحيح. ولا يجوز لأي إعلامي أن يدخل مسرح الجريمة. من أين استنتجت أن سيناريو ارتكاب الجريمة كذا؟ وتجدي ولاحظنا كثير، أنا عندي حالات جمعت العديد من الحالات، ببلش يدخل الصحفي أو الإعلامي وكان سيناريو الجريمة كذا، وقطعه إربا واستأصل عيناه وقطع كذا وقطع أوصاله ووزعه في مناطق. هذا ليس دورك كإعلامي صحيح. هو بيخلق سيناريو للآخرين، سيناريو جاهز. فبالتالي فبالتالي اللي في نفسه مرض، اللي بتسول له نفسه، اللي في نفسه إشكالية، اللي بيربطه علاقة عداء مع فلان، اللي قاعد بيحتقن من الداخل، لديه سيناريو اللي عنده جاهز. صحة نفسية غير مستقرة، يجد بأن هذا السيناريو قريب له، فبالتالي أنت بتقرب له شوط لارتكاب الجريمة. نعم. هذا مشكلة. فبالتالي يجب أن تكون اللحظة التغطية الخبرية مختصرة ومأخوذة ومستوحاة من مؤسسات إنفاذ القانون. النقطة الثانية عدم اللي تفضلت فيها، عدم ذكر أسماء الجاني أو المجني عليهم تحت طائلة المسؤولية، وهم بصير فيها اشتباك مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية ومع حقوق الجاني والمجني عليه. نعم. أنت لو كان في جاني والمجني عليه لا يجوز لك أن تذكر أسماءهم الصريحة. في حال نائياً. تم ذكر أسماء، هل هناك بالقانون بالقانون هل هناك عقاب على هذا البند؟ يستطيع أهل الجاني وأهل المجني عليه أن يلاحقوك بالعطل والضرر اللي ارتكبته في التشهير. نقول. نعم في التشهير في أهل وذوي، لأنه لحظة ارتكاب الجريمة وإحنا مجتمعنا ذو طبيعة اجتماعية ممتدة، العائلة الكبيرة صحيح. لا نزال نؤمن بالعائلة الكبيرة، فبالتالي قد يؤدي إلى تأثيرات اجتماعية لا تقتصر على الجاني والمجني عليه، وربما أهل وذوي يستشيط غضبا ويمتد مسرح الجريمة. فبالتالي لو كان ذكر بطريقة لا تنجر كصحفي وراء الأسماء وتقول أنا والله مذكور اسمه، مش مطلوب منك إنك ترتكب الجريمة مرة أخرى الله. أو تساهم في السلبية مرة أخرى. هاي يعني ملاحظة جدا مهمة. نعم. نعم يعني ما تبرر لنفسك إنه والله مذكورة ذكروها، ولو ذكروها الأمن العام ولو ذكروها. تكون أنت صاحب ضوابط لنفسك. نعم. لأنه كما أشرت ابتدائي أنت كصحفي وإعلامي وناشر محتوى عليك مسؤولية أخلاقية واجتماعية. نعم. في مسؤولية صحيح. اجتماعية. هل المسؤولية الاجتماعية، قوانين المسؤولية الاجتماعية ليس بالضرورة أن تقدم أموال تكون مسؤولة اجتماعية، أنت بخبرتك ومهنتك بالضبط بخبرتك ومهنتك بتقدمي وقت من وقتك للمجتمع، الطبيب يقدم علاج الوقت للمجتمع، المحامي يقدم نصح وإرشاد، هذا شكل من أشكال المسؤولية الاجتماعية صحيح. فبالتالي كصحفي عليك مسؤولية اجتماعية أن تسعى إلى تعزيز القيم الإيجابية والمثالية في المجتمع، لا أن تساهم في القيم السلبية في مجتمعك. فبالتالي الأسماء ممنوع ذكرها تحت أي ظرف من الظروف. إعادة نشر الصور أستاذ. بالضبط الصور أستاذي هاجر ممنوع، لا يجوز نشر الصور لا الجاني ولا المجني عليه ولا مسرح الجريمة لو أخذتها بأي طريقة. لا يجوز نشر الصور نهائيا، لأنه هذا فيه إضرار بالجاني والمجني عليه. بصير إشكالي إذا كانت القضية تحت التحقيق، ربما نشر وإعادة نشر الصور بتؤدي إلى احتقان وبتؤدي إلى الانتقام والثأر، ربما بتوسع دائرة ارتكاب الجريمة، ربما إذا في شهود قد تثنيهم أو تثني إرادتهم عن الشهادة في هذه القضية أو التواري خلف عن القانون أو تخلق إشكالي، إلا إذا أجهزة إنفاذ القانون كان في مجرم هارب ونشرت صورته لغايات التعرف. نعم. تنشرها بحدود النشر اللي طلبوه مؤسسات إنفاذ القانون، لأنهم بيكونوا عارفين ما هو السياق المطلوب في هذه الحالة. أكيد. هذه مسألة. المسألة الأخرى، مطلوب منك عند العثور على الجاني فقط أن تغطي أن أجهزة إنفاذ القانون ألقت القبض على الجاني وهو يلقى جزاءه العادل أمام أيوة. القضاء بدون أحداث وصبرك واختراعات بدون نعم. أي جانب مقالي، لأنه نعم. أنت إذا وقعت الجريمة المجتمع يتأثر، لو ما علم بوسائل الإعلام يعلم بالسياقاتنا الاجتماعية، فبالتالي بدك تبعث رسالة تطمين للمجتمع أن الجاني لاقى جزاؤه وقد عثر عليه، حتى المجتمع ما يظل مذعور وخايف. صحيح. كنا نحكي أنا وياك أستاذ قبل الحلقة، صارت الناس تقول سكروا الشبابيك سكروا الأبواب، إنه صار في خوف، إنه في مجرم موجود وهارب، بجوز يجي علي، بجوز ينتقم مني، بجوز أنا أكون ضحية ثانية. فبالتالي مجرد إلقاء القبض وسع النشر على أوسع نطاق، إنه أجهزة إنفاذ القانون ألقت القبض على المجرم،
لأنه أنت بتساهم بتعزيز السكينة والطمأنينة المجتمعية، وأن أجهزة إنفاذ القانون قائمة بدورها. وهذا بنسميه مبدأ سيادة القانون، أن الجميع يخضع لمبدأ سيادة القانون، وأن أجهزة إنفاذ القانون تقوم بدورها وتمارس اختصاصاتها بشكل مهني ومؤسسي في هذا الإطار. أستاذ رح نكمل حوارنا بس ناخد فاصل ونرجع معك أكيد. أستاذ مشاهدينا الكرام تابعونا لنهاية الحلقة لأنها حلقة جدا مهمة لكم كلكم، لكن بعد الفاصل. رجعنا معكم متابعينا الكرام، وأكيد مكملين معك أستاذ بهذا الحديث الجدا مهم والشيق لجميع حتى زملائنا الصحفيين والإعلاميين والمواطنين من خلال هذه الحلقة. حكينا قبل الفاصل عن كيف إنه الصحفي أو الإعلامي بيقدر يعمل صون لقيم المجتمع من خلال تهدئة النفوس ونشر السكينة للمواطنين. أحيانا نجد أستاذ بعض العناوين بتجيب لك صدمة. صحيح. يعني قتل زوجة صديقة وشرب القهوة مع زوجة. طب إيش؟ قتل والدته قبل فترة، سمعنا قتل والدته بعدة 30 طعنة، أو قامت ببتر أذن زوجها، أو يعني يعني الفكرة أستاذ هاجر. نعم. الفكرة المركزية التي يجب أن نرسخها ونعززها لدى الإعلاميين، يجب أن تنظر ما هي الفائدة الإنسانية المتوخاة والمبتغاة من هذا الخبر، ولا هي فقط سبق زي ما تفضلتي، ولا هي فقط إنه أخذ أجمع لايكات ولا يشيروا لي، يعني شو هالتغطية، يعني شو هالحرفية والمهنية في هذا الموضوع. أنا دائما بحكي أن العمل الإعلامي بكل تفاصيله والأفقي والعمودي هو عمل اجتماعي إنساني بامتياز. صحيح. ومهنة الإعلام هي مهنة إنسانية. صحيح. أنا وأن يعلم. نعم. يعني يعلم بشيء يفيد المواطن للمجتمع. أو المجتمع. أنا مع فكرة، نعم. مع فكرة وإعادة الهيبة لكل وسائل الإعلام بأنسنة وسائل الإعلام. أن تبتغي رائع. الإنسانية والمهنية والأخلاق في كل عمل تقوم به على الصعيد الشخصي، هذا جانبك الشخصي، بس بوسائلك الإعلامية مش كل شيء. المجتمع له عليك واجب، وأنت واجب عليك أن تساهم في تعزيز قيم المجتمع الإيجابية، ما تكون جزء من هدم قيم المجتمع، لأن المجتمع بطبيعته منظومة قيمية متراكمة. صحيح. فإذا ضربت هذه القيمة تنهار العديد من القيم، والإعلام هو الفاعل الحقيقي. يعني لست أنا المحامي بشكل مؤثر للإعلام، لأن الإعلام واسع النطاق، سريع الانتشار. صحيح. وله مشاهدات كبيرة جدا، سيما مع التحول العالمي اللي نشوفه بشبكة التطور التكنولوجي اللي نشهده ونلحظه. فبالتالي قد تكون تغطية خبرية تعجز الجامعات والمدارس والبيوت العبادة والحكومة بكل أسطولها وجوقتها أن تحدث، أن ترمم ما قد يحدثه تغطية خبرية أو حلقة بأحدثها إعلامي غير واعي لمهنته. نعم. وغير واعي لحدود المهني والأخلاقي. أنا مع فكرة أن يكون هناك في الحقيقة تربية إعلامية طويلة عميقة مدروسة بعمق لهذا المجال، لأنه أستاذي هاجر الجرائم موجودة وستبقى موجودة. موجود. وفي جرائم بازدياد، وفي جرائم بازدياد، قضايا الانتحار بازدياد. طيب أنا بدي أسألك، شو العاجل بالموضوع شخص أو فلان أو سين ألقى نفسه عن جسر عبدون، وتحطوا لي إياها على نبض كله ورا بعضه، ألقى نفسه عن جسر عبدون، ألقى نفسه، الناس كلها هي ماسكة شو في، يعني شو حالة الذعر اللي ألقيتها أنت، لدرجة أنه صورنا أن الانتحار في الأردن هو سياق واسع الانتشار وكبير الانتشار، وبعدين معالم معينة صارت بالضبط. وصوروا قبل فترة سقطت عن سجل، صوروها ونشروا صورة، يعني هذا لا يجوز. تغطية بسيطة خبرية، حتى بعض الجرائم ما في داعي لتغطيتها، وجرائم الانتحار في نسبها
تعاطي المخدرات أوكي بروح بسياق اللي بتعطيه دائرة مكافحة المخدرات نعم بهدف التوعية في برامج أن متخصصة يكون الهدف في الناس توعوي. نعم. حتى ما يقع الأفراد والمراهقين والشباب والصبايا في هذا الطريق أو هذا الفرق. تغطية جرائم القتل ما شو العاجل بالموضوع؟ تعرف شو دواعيها؟ شو أسبابها؟ شو سياقاتها؟ ليش أساهم بنشرها وبعد سنتين ثلاث تكتشف صحيح. أن السبب غريب؟ صحيح. تأكيدا لكلامك أستاذ، قبل فترة سمعنا عن جريمة قتل فتاة في مصر. نعم. فورا صارت في الأردن نفس الجريمة السيناريو. نفس أحسنتي. السيناريو أحسنتي. والكل قادر يدرك هذا الشيء لأنه موجود على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم صحيح هاجر، أشكرك على هذا المثال. هذا تطبيق حقيقي أن الإعلام غير المهني عندما غطى هذه الجريمة بمصر للأسف. بدأ نعم. يذكر وأنت بتقرأيها كأنها قصة أو فيلم رعب، يعني كأنه سيناريو مكتوب من منتج من فيلم صحيح. وأعطى كل ضعاف النفوس وصفة جاهزة كيف يرتكب الجريمة. إن طابقت عندنا في الأردن أحد ضعاف النفوس قرأها ارتكب نفس الجريمة بنفس الحيثية، وقال وذكر الشاب ذكر نفس الجريمة ارتكبها. فهذا أكبر مثال. أحسنتي، هذا أكبر مثال على الإشكاليات. أنا مع فكرة فعلا هذا الموضوع، شكرا لك، يعني أنا بأكد هذا الموضوع مهم، بجوز أنتوا أول ناس تناولتوه. يجب أن يأخذ الإعلام على عاتقه الجانب المهني والأخلاقي في تغطية الجرائم. صحيح. ليست كل الجرائم تغطى، ليست نفس الوسائل، نفس تغطية خبرية بسيطة، أن نستند إلى المعلومات، أن نعظم الجانب الطمأنينة والسكينة في المجتمع. صحيح. كل هذه المسائل حتى في المحاكمة لما بنحكم فقط أذكر أنه صدر عليه حكم وأذكر العقوبة. نعم. عشان اللي بنفسه تسول له جريمة يقول لك أخذ إعدام، أخذ مؤبد، أخذ 10 سنوات، فبتردعه. أنت بتساءل جريمة هدف العقوبة. أستاذ هاجر، هدف العقوبة ردع. تحقيق الردع. نعم. العام والردع الخاص. صحيح. الردع الخاص للجاني أنه يرتدع لاقى جزاؤه العادل. نعم. إما بالحبس أو بالإعدام أو بالغرامة. ولما تسول له نفسه في والردع في العام. نعم. أنه اللي بتسول له نفسه بارتكاب جريمة تردعه العقوبة، يقول لك هذا بأخذ إعدام برجع. أيوه. عن الجريمة. صحيح. فهدف الإعلام من التغطية الجرمية أن يرسل رسالة الردع العام بأن المجتمع آمن، وأن أجهزة إنفاذ القانون شغالة، وأن السلطة القضائية شغالة وتصدر أحكامها، وهذه الأحكام رادعة. نعم. فدورنا كإعلام أو دور الإعلام أنه يرسل هذه الرسالة للمجتمع حتى الكل يعرف أنه دولة مؤسسات ودولة نعم قانون وهذا قضاء عادل. نعم. وهذا اسمه بعلم يعني بالجانب الحقوقي هو الأمن القانوني. أنه أكون أنا كإنسان طبيعي آمن. صحيح. قانونيا، بمعنى أعتقد تخلق لي اعتقاد داخلي أكيد. إذا ارتكب علي جريمة أو شاهدت جريمة أنه أنا في مأمن قانوني، أنه في مؤسسات الدولة شغالة، المؤسسات شغالة الحمد لله، فبتعطيني أمن قانوني. صحيح. أنه هذا السياق ما رح يكرر. صحيح. وإذا تكرر في جزاء عادل. صحيح. هذه مسائل مهمة يجب أن نعظمها، ويجب أنه الإعلام في الحقيقة يساهم في نشرها في هذا. صحيح. الإطار. أستاذ، بعض الصحفيين والإعلاميين، بعض وليس الكل. نعم. ولا أعمم، ينحاز لجهة معينة. من الجاني والمجني عليه. نعم. هون شو بتحكي من ناحية قانونية؟ هون طبعا لا يطبق. أحسنتي. لا أخلاقيات مهنة ولا كإعلامي حتى ولا صحفي بهذه الحالة. إذا كان جزء من الإساءة أو التشهير أو الذم أو القدح أو التحقير أو نشر الصور أو التشهير بالأسماء، بده يتعاقب على قانون الجرائم الإلكترونية وعلى قانون العقوبات. نعم. في نصوص قانونية بتعاقبه على هذا الإطار. المسألة الأخرى، وهون نرجع لمسألة الإعلام والتنظيم الإعلامي، وهذا بقودنا بجوز لسياق آخر، إنه الإعلام قديش أصبح عندنا، شو المفهوم الإعلام الجديد؟ هو ليس ما عاد مقصور فقط على نقابة الصحفيين. أكيد. والأعضاء في النقابة. أكيد. وأصبح موضوع الإعلام أفقي وذو انتشار كبير جدا، وأصبح المواطن بأدبيات الأمم المتحدة. نعم. هو مواطن، مواطن صحفي. صحيح. بتعريف الأمم المتحدة. صحيح. المواطن الصحفي. صحيح. فبالتالي هذا يخلق أعباء توعوية وتثقيفية على كل مؤسسات التنشئة الوطنية، من الجامعات، من المدارس، من دور العبادة، من مؤسسات مجتمع مدني، من أحزاب، من وسائل الإعلام، من كل هذه الجهات. يجب عليها أن تسعى إلى خلق توعية حقيقية، وتسعى إلى محو الأمية الإعلامية في التغطية الحساسة للجرائم. في أمية حقيقية نحاج إلى محو أمية، والكثير إحنا بتشوفي في سياقاتنا
بكون امام نص بشير جمله بيحكي كلمه ولا هو امام محكمه امن الدوله بالزبط. ولا هو امام محكمه الصلح ذم وقدح تحقير او خطاب او غيرها او خطاب كراهيه. نعم فبالتالي صحيح. انت اذا ما وعيت نفسك هو تدبير ذاتي توعوي تثقيفي ذاتي انك توعي نفسك بس هذا بده مؤسسات عميقه ومؤسسات صحيح. تمسك هذه الرساله وتنشرها على اوسع النطاق حتى المواطن ما يؤخذ في جهله صحيح. ما يؤخذ في أميته القانونية صحيح. في هذا صحيح. الإطار يعني ومن ضمن حتى حديثنا يعني حتى الأطفال لهم حقوق من ناحية طبعاً. التصوير والإعلام يجهل أحسنت. بعض الإعلاميين نعم. والصحفيين ما حقوق الطفل أحسنت. اتجاه الإعلام سواء المرئي المسموع نعم. المكتوب يجهل لكن إحنا الحمد لله فضل من الله يعني بعض أنا وزملائي يعني الصحفيين يعني دربنا ودرسنا أخلاقيات المهنة ولكل إنسان شو وضعه هل هو وضع أني أنا أنشره هل أساهم في نشر طمأنينة أو أساهم في نشر الذعر وحالة الهلع حتى صرنا نشوف أستاذ ناس ماسك التليفون دوره وين في جريمة السيناريوهات صار بعقله اللاواعي يبحث تبرمج بعقله اللاواعي أنه بده يحضر هذا الشكل من الأخبار بالضبط في ناس صار عندها تخصص أحسن. بس ماسكة تليفونها للجرائم ترى بالصحة النفسية وعلم النفس الاستثارة مهم جدا هذا مؤشرات على أنه وين رايحين بالصحة النفسية هي الصحة البدنية قائمة متطلبة المسبق صحة نفسية نعم. فكلما خلقنا صحة نفسية عامة كلما انعكست على الإنسان الحضاري والإنسان المنتج هاي مسألة المسألة الأخرى وأثرت موضوع أيضا مهم الصور نعم. أنت لا يجوز لك كإعلامي أنك تلتقط صورة أي إنسان وتنشرها وتنشرها صح لا يجوز يجب أن يكون لديك موافقة مستنيرة خطية نعم مستنيرة الموافقة صحيح. المستنيرة إذا كان أقل من 18 سنة بدك تأخذ موافقة وليه نعم. أو ذويه أو الولي عليه إذا كان بالغ بدك تحكي له أني بدي أخذ هذه الصورة منك وتحكي له ما هو السياق الذي تريد استخدام الصورة منه بمعنى إذا قلت لي بدي أخذ لك صورة الآن بس بدي أستخدمها بالترويج ل إشي يتعلق بكذا أو بدي أحطها بمجلة كذا بقول لك أنا أيديولوجيا أو أنا علميا برضاش الظهور بهاي المجلة أو تناقض مبادئي صحيح. الاجتماعية أو القانونية بالضبط تحكي لي الصورة وتعرضيها علي أوافق عليها وتحكي لي ما هو السياق المراد استخدام الصورة منه تمام هذه مسألة ولو كنت في مكان عام بعض الإعلاميين يهيئ له أنه إذا كان في مكان عام يحق له نعم أنه وهذا لا غير صحيح هناك غير ضوابط صحيح. للصورة هناك شكل للصورة هناك موافقة مستنيرة يجب أن تستجمع كل عناصرها حتى تكون لك كإعلامي وتصريح أمنية إذا كان في شوارع طبعا. عامة أو في أماكن عامة مية لازم مية. يجب أن يكون هناك تصريح أمنية وتصريح أنه غير مخالف أنه أنت تقدر تصور ولا شو بدك تصور مية بالمية. أستاذ برضو شغلة تانية أثرتها من خلال حديثنا الناس اللي بتمسك الموبايل بتصور بالشارع هاي خلينا نحكي عن الناس مش عن الصحفيين والإعلاميين المجتمع بشكل نعم عام. على المجتمع بشكل عام صدقتي شو هاي قانونيا يعني انا لما امشي بالشارع واقعد اصور حي الله ويلا طب في ناس بتتفاجئ بظهورها بدنا نشوف المضمون التصوير هل مس بحقوق الافراد بهاي الحاله المكان العام نتفق مبدئيا انه مكان متاح لجمهور الناس نعم. المكان العام عرفه قانون العقوبات واجتهادات محكمه التمييز استقرت هو المكان المتاح لعموم الناس والذي يجوز للكل الدخول اليه بدون دفع مسبق او بدون نعم. موافقه مسبقه اي مكان الشارع العام الحدائق نعم. العام كل هاي اماكن عامه ولكن اذا وجد في المكان العام اشخاص او مؤسسات يجب عليك ان تتحرى الدقه في تصوير الاشخاص واظهارهم انه هذا يمس بحق اوكي المكان العام ملك لعموم الناس بس الموجودين في المكان العام أيوة ليسوا ملك لك ليس ملك لك نعم. وبالتالي بدك تاخذ موافقتهم لانه هذه الصوره قد تمس بحقوقهم وان كنت انا في حديقه عامه وانت في حديقه عامه واعلامي بتصوري بتقولي انتظر بقول لك لا بدك تاخذي بعين الاعتبار انه ما تمسي بحقوقي حقوقي صحيح. بديش اظهر بالصوره صحيح وبضمن لك اياها قانون المدني نعم وبضمن لك قانون المدني نعم والقانون المدني في ضمانات قانونيه في الحقيقه منظومتنا التشريعيه فيها يعني نصوص جيده في ترسانه تشريعيه قانونيه كويسه تحتاج الى تطوير ومراجعه ولكن عدم الوعي فيها هو اللي بيخلق إشكالية صحيح في هذا كنا الجانب. بالحلقة الماضية كان معنا الدكتور صخر الخصاون وحكينا عن موضوع أهمية التوعية القانونية نعم. عند المواطن نعم. نعم هاي مسألة فبالتالي إذا أنا كنت في مكان عام وأنت إعلامي غير مرخص لك أن تظهرني في الفيديو أو في الصورة اللي أنت بتلتقطها إذا بدك تظهرني بدك تأخذ موافقتي وتخضع للمضمون المعياري اللي هو الخاص بالموافقة المستنيرة
أو الإرادة المستنيرة، هذه مسألة. المسألة الأخرى، حتى في المكان العام الضابط الآخر أن تستخدم هذا السيناريو لتعزيز القيم المجتمعية. نعم. يعني ليس للتلفيق، ليس للإضرار، وليس أو للإضرار. نعم. وليس أوكي في حرية رأي وتعبير ومكفولة ومصونة، لكن الحق في حرية الرأي والتعبير له ضوابط وله قيوده، هو من الحقوق القابلة للتقييد وليس من الحقوق المطلقة، وبالتالي هناك ضوابط ألا يمس بالأمن العام، بالسكينة العامة، بالطمأنينة العامة، بالصحة العامة. نعم. هذه ضوابط الحق في حرية الرأي والتعبير، أن يكون الوسيلة سلمية لا تتسم بالعنف ولا تمس بحقوق الآخرين، بمعنى لا ترتكب جريمة ذم أو قدح أو تحقير أو اختراق الخصوصية. تمام. هذه كلها ضوابط صحيح. تحتاج إلى علم ومعرفة من القائمين على الوسائل الإعلامية حتى فعلا يضبط صورته وتكون الصورة مريحة لعين الإنسان. نمثل إعلام وصحافة حقيقية. هاي المسألة دائما احنا بنحكي، والعلم هذا علم بجزء انتو أعرف منه، دائما بنحكى في هذا المجال إن الصورة لا تكذب أبدا ولكن تخدع دائما. صحيح. فبالتالي السياق والآلية والتقاط الصورة هذا علم يحتاج إلى جانب أخلاقي. إذا لم يتحلى ملتقط الصورة أو الإعلامي ببعد مهني وأخلاقي وإنساني صحيح على قيد الحياة من الداخل، سوف يعيث بحقوق الناس فساد. صحيح. سوف ينتهي حقوق بدي الناس. بدي أأكد على هذا الموضوع أستاذ، يعني بأحداث الربيع العربي تمام، كان في بعض القنوات، طبعا هذا مونتاج خلينا نحكي، انت أشرت إلى نقطة مهمة جدا في مجال الإعلام اللي هو المونتاج، كيف أنا أظهر الصورة نعم الصورة حقيقية ولكنها تخدع دائما. من جهة تنقل أنه هذا الموضوع فيه إشكاليات. نعم. والجهة نفس الصورة بقناة تانية أنه الموضوع ولا في أي شيء. في ظل هاي الظروف العامة أو الأحداث السياسية، أكثر ظروف تزداد فيها نسب الشائعات والكذب. نعم. والدبلجة والأشياء غير الحقيقية في ظل هذه الظروف، لأن هذه ظروف غير مستقرة، وبالتالي الذي لديه نوايا والذي لديه تظهر نوايا غير إنسانية هذه فرصته السانحة. صحيح. لذلك شفنا يجب فيديوهات على التأكيد من دول أخرى. نعم. تم توظيفها في دولة، من دولة تم توظيفها في دولة أخرى، من هو، وبالتالي هذا كله يحتاج إلى ضبط معياري مهني ابتداء، خلينا نقول كود. بالضبط. كود ومسألة أخرى، حتى بوسائل الإعلام مطلوب من وسائل الإعلام نفسها أن تخلق نوعا من الرقابة، مش الرقابة المسبقة لأنها تتنافى مع حرية الرأي والتعبير، ولا الرقابة الذاتية، الرقابة المهنية بعتبرها، الرقابة الإنسانية، أنسنة الوسيلة الإشراف قبل النشر. يعني مش مطلوب منك تقيد حرية الإعلام كثير، ولكن مطلوب منك أن تؤنسن المسار النشر. نعم. أن يكون إنساني، حط معايير يتعلق بتعزيز قيمة إيجابية، يكون قانوني، ما تخترق حقوق الإنسان، ما يأثر على الأمن والسكينة والطمأنينة، ما يكون مبني. نعم. على تلفيق ومعلومات كاذبة وغير حقيقية. يعني في مؤشرات اختبار بنسميها، تشيك ليست اختبار، حتى تتحقق من هذه الوسيلة أو من هذا المحتوى. نعم. إذا كان هذا المحتوى إنساني كان بها، مش إنساني على طول لا تنشره، لا تعيد نشره، لا تعلق عليه. صحيح. لا في ناس بتاخذ من مواقع مجهولة، في ناس بتاخذ خبر بتنقله هي مش عارفة عنه، تم النقل. طب ليش قلت أستاذي هاجر؟ بتعرفي الأكثر من ذلك، بصير هذول اللي طلعوا لنا بالجديد المؤثرين وغيرهم محتوى فارغ. صحيح. كل الناس بتلاقي، بستعرض أنا يوميا شبه تعليقات، بستعرض 1000-2000 تعليق كلها إساءات عليه، بسبوا عليه. شو المحتوى يا أخي؟ لا تعلق الهوش لأنك بتزيد فرصه بالمشاهدة. صح. يا أخي اتركه للأسف. يعني إحنا الأمية صحيح. لدينا باستخدام. نعم. الوسائل بيقول لك أنت شو كذا، أنت بسيقوله. طب أنت عارف أنت عم تشهره أكثر. أكيد. يا أخي لا تعلق له، لا تشهره، لا تعطيه هالفرصة يظهر. هو بيكون قاصد، بده يجمع لايكات وجمع كومنت عشان يظهر على حساب. صحيح. المجتمع وعلى حساب قضايانا الإنسانية وقضايا الإنسان وحقوق. صحيح. الإنسان. صحيح. ما تعطي هذه الفرصة، ما تكون أنت الجسر اللي تعطيها برضو هذا أستاذ بالدواعي محنك. واي. عند كل مواطن. أحسنتي. إحنا كنا نحكي في هاي الحلقة. نعم. تحديدا بحلقة مع الدكتور موسى مطانة، بوجه له تحية من خلال برنامجنا، حكينا بالتفصيل من ناحية. نعم. نفسية وتربوية واجتماعية بخصوص هذا الموضوع، أنه أنا محتوى. نعم. ما عندي. نعم. ما في وقت الفراغ عم بستغله بشيء غير ثقافي. نعم. وعم بجمع لايكات وعم بجمع كومنتات مسيئة. نعم. أكثر من بالضبط. إنها إيجابية، لأنه المحتوى فارغ. بس هو هذا اللي قام هذا الهدف. نعم. هو الهدف منه. نعم. نعم. هذا هدفه الحقيقي، أن يسعى إلى بلوغ هذه المرحلة ليحقق شهرة، ليحقق مكاسب مادية. نعم. ليقتات على قضايا المجتمع،
هذا يعني هذه هاي جملة خطيرة أستاذ، يقتات على قضايا المجتمع وعلى قضايانا الإنسانية. فهذه بدها توعية. وأنا مع فكرة، أنا مع المبادرات الوطنية اللي كانت تحكي تربية إعلامية وغيرها. وأنا مع فكرة حتى دور العبادة، المساجد، الكنائس الناشئتي، أنه لازم أشوف أنا خطبة جمعة وعي الناس بهذا الموضوع. ما في ما يمنع، ما تضير. هذا سلوك الآن الإنسان، إحنا بحياتنا أنت تعيشي في عالمين، عالم افتراضي وعالم حقيقي. حقيقي شئنا أم أبينا، في ساعتين من حياتنا اليومية أنت تقضيها بالعالم الافتراضي، وفي ناس أكثر من ساعتين، وفي ناس أكثر من ساعتين. فأنا بعيش بواقع عملي، عندنا ضوابطنا الأخلاقية والمؤسسية والقانونية. هذا العالم الافتراضي لا يزال يقونا العيش فيه، في عيش بالعالم الافتراضي. عشان هيك طلعت مبادرات الأمم المتحدة المواطنة الإلكترونية، كيف تكون مواطنا إلكترونيا، تمام؟ المشاركة الإلكترونية، كيف تعزز المشاركة الإيجابية الإلكترونية أو العالمية في هذا الإطار. فبالتالي العالم يتجه الآن، والدول تتجه إلى تعزيز أو قوننة أو شرعنة العيش المشترك في الفضاء الإلكتروني. شئنا ما بين، هذا الفضاء موجود. صحيح. فبالتالي مطلوب من كل المنظمات والدول والحكومات. صحيح. والمؤسسات أن تضمن فكرة العيش المشترك، العيش الإنساني في هذا الفضاء الإلكتروني، حتى لكن ضمن أخلاقيات، حتى يعتبر الضوابط. أنا ما بعتبره مكسب للإنسانية هذا التطور إذا ما خدم قضايانا الإنسانية، واللي هو شر مستطير على الإنسانية. صحيح. تمام. الآن طالع لنا قضايا الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي، هذا يعني في ناس الآن بنظروا إنه هذا بده يحل محل الإنسان. فإذا ما حلقة. هاي لها حلقة. إذا ما خدم قضايانا الإنسانية أنا بعتبره شر على الإنسانية. فهذا الفضاء الإلكتروني إذا ما خدم قضية الإنسانية، وإذا ما ساعدني وخدمني بقضايا الإنسانية، أنا مش معني فيه نهائيا، ولا معني إني أخدم قضية أنا ما بتساهم بقضايا المجتمع. صحيح. هذه الثقافة يجب أن ننشرها ونعززها في كل طبقات المجتمع. أنا شاكرة لك أستاذ على هذه الجلسة. شكراً. الحوارية الأكثر من رائعة والمهمة جدا. شكراً. في برنامج سوشو، لكن بدي توجه رسالة أخيرة للمشاهدين ولزملائنا الصحفيين والإعلاميين، كونك قانوني كمان. وقلنا ما في قانون بيضبط، لكن في ضوابط أخلاقية، للمهنة. يعني أنا دعوة لكل اللي بيشتغلوا بوسائل الإعلام تحت المنضوين تحت النقابة أو خارج النقابة، اللي بيشتغلوا بكل الفضاء الإلكتروني والشبكة العنكبوتية، إنه حكم ضميرك وحكم أخلاقك في المحتوى الذي تنشره. إذا كان يضيف للمجتمع شيء كان بها، لا يضيف للمجتمع شيء، فأنت تحمل وزره الأخلاقي والمهني والديني والإنساني، أنت تحمل وزره وسوف يلاحقك في كل مناحي حياتك. فالضابط مبدئيا مرحليا الآن الضابط هو أخلاقي ومهني وديني وإنساني، لحين ما تتطور السياقات المؤسسية الوطنية ليقوننوا هذا. صحيح. الموضوع يحطوا له ضوابط في. صحيح. هذا الجانب. وإن شاء الله إحنا رح نسعى يد بيد وجهودك كمان أستاذ، وجهود القانونيين والجهات المعنية أيضا من خلال المنصات الإعلامية، أن نصل إلى يعني تلك الضوابط الأخلاقية ونعممها على جميع المؤسسات إن شاء الله. شكرا لك على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المؤسسي ولهاي المؤسسة وكل الدعم، وشكرا لكم على هاي الدعوة وهاي المواضيع في الحقيقة الاستثنائية بعتبرها. نعم. شكرا لك أستاذ. مشاهدينا الكرام، بتمنى تكون هاي الحلقة مفيدة جدا لجميع الزملاء وأيضا للمواطنين، حتى نفهم شو يعني مقالة بنقرأها، ندير بالنا حتى إحنا كمواطنين شو بنقرأ، ونبتعد عن هذه الأمور، ونترك الأمور دائما للقضاء، ناخد النتيجة النهائية بدون السيناريوهات. وبشكر متابعتكم، وأكيد انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج سوشو الأسبوع الجاي.